بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. سعدنا عمرو وادي أن أكون معكم في اللقاء التاسع من مادة القانون الجنائي مع التعمق لأستاذنا الدكتور أشرف توفيق شمس الدين، المقرر الدراسي دليل الجنائي الإلكتروني دراسة مقارنة. وزي ما احنا عارفين إن محور الكتاب كله بيدور حوالين مدى حجية الدليل الإلكتروني في الإثبات الجنائي والحصول على الدليل الإلكتروني. والنهارده بس قبل ما نبدا عايزين بس نتكلم عن تمهيد كده عن بعض المصطلحات اللي هتواجهنا في اللقاء بتاع النهارده. زي ما احنا عارفين ان تعبير النيابه العامه ده اصلا بيختلف في مدلوله عن في القانون المصري عن القانون الالماني والقانون الامريكي مثلا، يعني بالرغم ان في وحده المصطلح ذات نفسه واحد يعني اللي هو النيابه العامه، ولكن تفسير النيابة العامة في القانون المصري بتختلف عن تفسيرها في القانون الألماني والقانون الأمريكي. زي ما احنا شفنا زي ما احنا عارفين ان في القانون المصري النيابة العامة هي سلطة التحقيق وسلطة الاتهام وسلطة الإحالة، الدعوة الجنائية أمام محكمة جنائية، تمام؟ وزي ما شفنا في القانون الألماني ان تعبير النيابة العامة بيختلف عن التعبير في القانون المصري. فالقانون الالماني طبعا النيابه العامه تعتبر هي سلطه التحقيق والاتهام في الدعوه الجنائيه ذات نفسها. بيختلف مضمون سلطه النيابه طبعا بقدر السلطات اللي هي ممنوحه لها، على اساس طبعا مضمون التعبير بيختلف في القانون المصري عن القانون الالماني. طبعا يعني كنتيجه هامه عدم وجود دور النيابه العامه في التحقيق للنيابه العامه في خطوط بعض التشريعات والمقارنه زي ما احنا شفنا. زي القانون مثلا الامريكي كانت بيختصر على رجال الشرطه وهيئه الشرطه، تمام؟ وزي ما احنا عارفين ان مدلول النيابه العامه طبعا ترجمته بتختلف في التشريعات المقارنه في القانون المصري عن القانون الالماني والقانون الالماني والقانون المصري او الامريكي. زي ما احنا شفنا في القانون الامريكي بيبقى عندنا المدعي العام، على اساس ان المدعي العام بيملك سلطة الاتهام يعني شبيه بالنيابة العامة كده في مصر فقط، وطبعا بيراقب الدليل وبيمثل سلطة الاتهام قدام المحكمة، تمام؟ النيابة العامة بصفة عامة في مصر هي سلطة التحقيق الابتدائي، وهي بتمثل سلطة الاتهام والتحقيق وفي بعض الأحوال سلطة تنفيذ الأحكام زي ما احنا قلنا، يعني بتجمع جميع السلطات في يد النيابة العامة، تمام؟ وزي ما احنا عارفين ان النهارده هنتكلم عن المراقبه الالكترونيه، وزي ما احنا شفنا في اللقاء الماضي كنا بنتكلم عن خطوه التشريعات المقارنه، فكان في عندنا اتجاهين كبار. اتجاه كبير بيخصص للمراقبه الالكترونيه قواعد خاصه، تمام؟ زي القانون الالماني اللي احنا شفناه والقانون الامريكي. والنهارده هنتكلم عن القانون المصري اللي بيطبق النصوص الاجرائيه بصفة عامة، زي القواعد العامة في القانون والإجراءات الجنائية المصري. زي ما احنا شفنا ان المراقبة الإلكترونية بتنقسم الى زي ما احنا شفنا قبل كده في تطبيق النصوص الإجرائية العامة على اساس حرمة الحياة الخاصة في الدستور المصري وصلتها بالدليل الإلكتروني، وهنتكلم عن المراقبة الإلكترونية في قانون الإجراءات الجنائية المصري، والمراقبة الإلكترونية في نصوص التشريعات الخاصة زي القانون 175/2018، ونتكلم عن المراقبة في قانون تقنية المعلومات اللي هو قانون 175/2018 والقرار الوزاري الصادر بالملصقات الإلكترونية على المركبات. وهنتكلم زي ما احنا قلنا مراقبة السيارات بتتبع الملصق الإلكتروني. وهنتكلم عن آخر جزئية المراقبة داخل المساكن في القانون المصري. وزي ما احنا عارفين إن القانون المصري ده من الاتجاهات التشريعيه اللي كانت بتتسم بالعموميه، واغلب القواعد فيها اللي كانت بتطبق على الدليل الالكتروني كانت بتطبق قانون الاجراءات الجنائيه زي القوانين اللي بتطبق على الدليل العادي. وده طبعا زي ما احنا قلنا كان خطا من المشرع ان هو في قانون 175/2018 كان في اشكاليه خاصه اللي ساوت بين الدليل العادي والدليل الالكتروني، تمام؟ وطبعا زي ما احنا عارفين كان في عندنا مشاكل وانتصار في الاثبات بالدليل الالكتروني، على اساس ان التشريعات الخاصه زي ما احنا قلنا مثلا القانون 175/2018 كانت النصوص فيه تتسم بالعموميه والاتساع، على اساس ان القواعد القانون الاجراءات الجنائيه كان بيتم الرجوع اليها لاتخاذ الاجراء القانوني يعني.
وزي ما احنا شفنا وهنشوف ان شاء الله باذن الله ان الدستور المصري كان بينص على حرمه الحياه الخاصه وحرمه المسكن، دي لها نص وده لها نص طبعا، ولكن طبعا كانت النصوص ديت كانت برضه منتقده وكانت محل انتقاد شديد من استاذ الدكتور اشرف توفيق شمس الدين وكانت محل نظر. وهنشوف بقى من خلال بقى خطه الدستور المصري اللي نص على حرمه الحياه الخاصه وكان اثر لخطه الدستور ذات نفسه على الدليل الالكتروني، وهنشوف برضه خطه المشرع المصري اللي نص على المراقبه في قانون الاجراءات الجنائيه وفي النصوص الخاصه اللي هي وارده في التشريعات الخاصه زي القانون 175 سنه 2018، وهنشوف برضه اثر ذلك على مراقبه المساكن. وهنتكلم عن حرمه الحياه الخاصه في الدستور المصري وصلتها بالدليل الالكتروني. زي ما احنا عارفين ان حرمه الحياه الخاصه في الدستور المصري كان نص عليها في الفقره الاولى والثانيه من الماده 57 من دستور 2014، ونصت على ان الحياه الخاصه حرمه وهي مصونه لكم اسوأ المراسلات البريديه والبرقيه والالكترونيه والمحادثات الهاتفيه وغيرها من وسائل الاتصال حرمه وسرياتها مكفوله ولا تجوز مصادرتها او الاطلاع عليها او رقابتها الا بامر قضائي مسبب ولمده محدده وفي الاحوال التي يبينها القانون. وكانت الماده 58 من الدستور برضه نصت على المنازل حرمه ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا رقابتها او التنصت عليها الا بامر قضائي مسبب. زي ما احنا شايفين ان النصين دول اللي وجدوا في الدستور 2014 المعدل لدستور 2012 كان نص على حرمه الحياه الخاصه للناس، والحياه الخاصه طبعا على اساس ان هي كانت بتشمل الاحاديث الشفهيه والمحادثات الهاتفيه زي ما احنا قلنا عن طريق الهاتف اللي هو الارضي او الهاتف المحمول او اي وسيله من الوسائل اللي نص عليها القانون ذات نفسه، وكانت بتشمل برضه المراسلات الكتابيه وبتشمل الاوراق الخاصه للشخص ذات نفسه والصور الشخصيه للانسان ذات نفسه. وده زي ما احنا عارفين طبعا ان مفهوم الحياه الخاصه كان بيمتد لحمايه الشخص من المراقبه بالصوره او من التنصب بالصوت، يعني عشان ما نسجلوش بتسجيل صوتي او التسجيل عن طريق الكاميرات طبعا. وزي ما احنا عارفين ان الدستور الجديد دستور 2014 كان يعني نص على حمايه، وهنشوف بقى اذا كانت بقى الحمايه ديت يعني كانت قاصره او غير كافيه. ده السؤال اللي كان بيصور على اساس اللي كان موجود في نصوص دستور 2014. وكان بيصور برضو سؤال عن مدى اتساق خطه المشرع المصري مع خطه المشرع في قانون الاجراءات الجنائيه. تمام؟ وكان وهنتكلم بقى عن تقدير بقى خطه الدستور في النص على حمايه الحياه الخاصه زي ما احنا قلنا نص الماده 57 والماده 58. استاذ الدكتور اشرف توفيق شمس الدين كان بيشوف ان نصوص الدستور اللي اتنصت على حمايه حرمه الحياه الخاصه كانت محل نظر، وسهام النقد كانت بتتوجه اليها من عده نواحي طبعا، من خلال بقى قصور نص الدستور في تحديد نطاق الحياه الخاصه، ونص الدستور كان بيقلل برضه عن الضمانات اللي نص عليها القانون ذات نفسه. تمام؟ وهنتكلم عن قصور نص الدستور اللي هو دستور 2014 في تحديد نطاق الحياه الخاصه. زي ما احنا قلنا ان دستور 2014 ما اهتمش الا بالمراسلات الكتابيه والمحادثات الهاتفيه اللي هي اللي بتتم عن طريق الهاتف المحمول او عن طريق الهاتف الارضي، على اساس ان حمايه الاحاديث الشخصيه والصور الشخصيه كانت محل نظر برضه الخطه ديت، ولانها برضه كانت بتنطوي على اغفال الجوانب الحياه الخاصه للشخص ذات نفسه، وده طبعا ما كانش كان محل نقد شديد زي ما احنا قلنا نص الفقره الاولى من الماده 57 اللي كانت بتنص على حرمه الحياه الخاصه بصورة عامة، والفقرة الثانية اللي كانت بتجيز المساس بحرمة الحياة الخاصة إلا بموجب أمر قضائي، يعني هو الشرط الأساسي هنا إن أنا أمس حرمة الحياة الخاصة لابد صدور أمر قضائي من القضاء طبعا، وده كان في صورتين طبعا اللي هي المراسلات والمحادثات الهاتفية. ويفهم بمفهوم المخالفة نص المادة 57 زي ما احنا قلنا ان التقاط الاحاديث الخاصه طبعا اللي كانت بتدور حوالين بين شخصين يعني ما تستوجبش يعني الامر قضائي مسبب، لابد من صدور امر قضائي، وزي ما احنا قلنا برضه تصوير الشخص نفسه باي وسيله من الوسائل ما تستوجبش الا اذا كان في امر قضائي برضه، واشتراط ان الامر القضائي يكون مسبب. وزي ما احنا عارفين ان البيانات والمعلومات الرقميه طبعا اللي هي بتبقى محفوظه في الاجهزه الرقميه زي ما احنا قلنا زي الهاتف المحمول او الكمبيوتر الرقمي او التابلت يعني، وواضح ان خطه الدستور يعني اهدرت الحياه الخاصه وما اهتمتش بحرمه الحياه الخاصه يعني،
لانها ما شملتش بالحمايه، وزي خطوه الشرع في قانون الجرائم الجنائيه طبعا ما نصتش على ضمانات حتى للتنصب على الحديث الخاص فقط، وما وضعتش تنظيم التقاط الصور الشخصيه او المراقبه بالصور زي ما هنشوف، وان خطه الدستور ذات نفسها يعني ما كانتش بتضمن حمايه كافيه لحرمه الحياه الخاصه للانسان. وهنشوف بقى نص الدستور كان بيقل عن الضمانات اللي نص عليها القانون ذات نفسه. دستور 2014 زي ما احنا قلنا، وكان من قبل دستور 2012، لانه دستور 2014 كان معدل لدستور 2012، كان يعني بيكفل حمايه لحرمه الحياه الخاصه ذات نفسها، وكان الشارع اوجب في قانون الاجراءات الجنائيه لابد من صدور امر بضبط المراسلات وتسجيل المحادثات الهاتفيه من قاضي. تمام؟ والدستور كان اكتفى بموجب امر قضائي فقط مسبب زي ما احنا قلنا، ولكن بقى لجنه ال 50 اللي وضعت الدستور كانت جابت لنا عباره الامر القضائي. الامر ده لابد ان هو يكون صادر من النيابه العامه او من قاضي، وهنا بتختلف نظره الشارع عن قانون الاجراءات الجنائيه. طبعا هنا وجهه الدستور هنا كانت منتقده طبعا من الاستاذ الدكتور، ده هنشوفه ان شاء الله باذن الله. طبعا زي ما احنا قلنا ان ده كان بيختلف عن دستور 71 اللي كان بيميز بين النيابه العامه وبين القاضي. تمام؟ على اساس خطوره الاجراء ذات نفسه واهميته كان بيعهد بيه الى القضاء. زي ما احنا قلنا قبل كده في مراقبه المحادثات وضبط المراسلات وكشف سلسله الحسابات والمنع من التصرف في الاموال وغيرها. زي ما احنا قلنا النص الخاص بمراقبه المحادثات كان بيشترط الحصول على اذن من القاضي الجزئي، وده هنشوف الوقت برضه ان شاء الله باذن الله. وكان من المفترض من دستور 2014 طبعا كان ان هو ما يمسس حرمه الحياه الخاصه، وكان لابد ان هو يصدر الامر بالمساس بحرمه الحياه الخاصه، لابد ان هو يصدر من قاضي زي معظم الدساتير واللي شفناه في القانون الالماني والقانون الامريكي. وكان لابد من توفير ضمانات للمساس بحرمه الحياه الخاصه زي معظم الدساتير في خطط الدساتير المقارنه زي ما احنا شفنا برضه في القانون الالماني والامريكي. وهنتكلم بقى عن المراقبه الالكترونيه في قانون الاجراءات الجنائيه. زي ما احنا شفنا ان المشرع المصري كان بينظر للمراقبه وتسجيل المحادثات الهاتفيه والاحاديث الشخصيه على اساس ان هو اجراء طبعا خطير طبعا، وده طبعا كان بيتعرض لسر الفرد ذات نفسه، لان طبعا ده بيمس حرمه الحياه الخاصه للشخص ذات نفسه. وان المشرع كان حرص على حرمه الحياه الخاصه من حرمه الاحاديث الشخصيه، وكان بيوفر لها ضمانات اجرائيه علشان يحقق التوازن بين حق الفرد في الحريه وحق المجتمع في توقيع العقاب على الجاني ذات نفسه وحمايه مصالح المجتمع. وهنتكلم بقى عن وجوب الحصول على اذن بتسجيل المحادثات اللي احنا قلنا عليه دلوقتي، ان المشرع كان اوجب في قاعده عامه في قانون الاجراءات الجنائيه ان يصدر الامر بتسجيل الاحاديث الشخصيه من قاضي. وطبعا كان اجاز النيابه العامه بعض الجرائم اللي هي ممكن تصدر فيها الامر بالتسجيل، وده هنشوفه حالا ان شاء الله باذن الله. طبعا وفقا بقى للقاعده العامه بقى في قانون الاجراءات الجنائيه من وجوب حصول النيابه العامه على موافقه القاضي الجزئي، زي ما احنا قلنا لابد ان النيابه العامه تتقدم بطلب للقاضي الجزئي بالاذن بالمراقبه او بتسجيل المحادثات الشخصيه. وده كان وفقا نص الماده 206 من قانون الاجراءات الجنائيه اللي كانت بتنص على انه يجوز للنيابه العامه ان تراقب المحادثات السلكيه ولا سلكيه، وان تقوم بتسجيل المحادثات التي جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائده في ظهور الحقيقه في جنايه او في جنحه معاقب عليها بالحبس لمده تزيد على 3 اشهر. واشترط اتخاذ الاجراء دوت ان لابد الحصول على الامر المسبب ده من القاضي، طبعا لابد يصدر من القاضي الجزئي زي ما احنا قلنا، ان يتم عرض الاوراق من النيابه على القاضي الجزئي للحصول على الاذن بمراقبه المحادثات والتسجيلات الاحاديث الشخصيه عن طريق الهاتف الارضي. في الحاله دي كان لسه بنتكلم على الهاتف الارضي يعني، ده في ظل قانون الاجراءات الجنائيه. ويجب ان يكون الامر بالضبط او المراقبه يعني او الاطلاع ما تزيدش عن 30 يوم. وكان بيجيز للقاضي الجزئي ان هو يحدد الامر لمده او مدة اخرى مماثله
وده طبعا ما حددش نهايه لاتخاذ الاجراء زي ما احنا شفنا في خطه القوانين والدساتير المقارنه زي القانون الالماني والقانون الامريكي. وهنتكلم بقى عن منح النيابه العامه سلطه قضاء التحقيق في بعض الجرائم، وده كان نص عليه في الماده 206 مقرر الفقره الاولى من قانون الجرائم الجنائيه اللي اجازت لاعضاء النيابه العامه من درجه رئيس نيابه على اساس اعطت له سلطات قضاء التحقيق في تحقيق الجنايات الماسه لامن الدوله من جهه الداخل او الخارج طبعا، وجرائم المفرطعات وجرائم المال العام وجرائم الرشوه. وده كان بموجب النص ده يعني اصبح النيابه العامه كان اصبح لها الحق بقى في ضبط المراسلات والمراقبه وتسجيل المحادثات دون اللجوء بقى للقاضي الجزئي زي ما احنا شفنا. وده كان نص الماده 206 مقرر فترة أولى. وكان بقى مخالفة بقى الإجراء دوت كان بنص يعني الإجراء يترتب عليه بطلان الأمر الصادر يعني. نظرا بقى لخطورة الإجراء طبعا لابد إن المشرع كان بيتطلب صدور الأمر ده من درجة رئيس النيابة على الأقل طبعا، لأن طبعا بيشترط فيه خبرة قضائية على أساس خطورة الإجراء. وهنتكلم بقى عن شروط الامر بضبط المراسلات ومراقبه وتسجيل المحادثات. وقلنا ان الاذن لابد ان يسبقه يعني اجراء تحريات، ولابد ان التحريات دي تدل على توافر دلائل كافيه على ارتكاب جريمه معينه يعني، وان يكون طبعا الاذن ده مسبب وما يشترطش او لا يجوز نجب مامور الضبط لتنفيذ الاذن بالقبض على المتهم الا يشترط ان يكون الاذن مسبب في الحاله دي. وهنتكلم عن وجوب بقى اجراء التحريات قبل الحصول على الاذن، يعني نمسكها حته حته بقى كده. قلنا بقى في مراقبه المحادثات التليفونيه باعتبارها وسيله جمع المعلومات والتنقيب عن الجرائم، زي ما احنا قلنا ان القانون كان حرم يعني حفاظا على سجلات المحادثات التليفونيه طبعا، وكان الدستور كان بيحرص على حمايه المحادثات التليفونيه وسريه المحادثات التليفونيه، كان بيجب ان يسبق بقى صدور الاذن طبعا تحريات جديه لابد من توافر دلائل كافيه على وقوع جريمه معينه ونسبتها الى متهم معين في نفسه يعني. وكان بقى الاذن بالمراقبه والتسجيل كان لابد ان هو يكون مبني على مجرد معلومات وردت من مامور الضبط وبصوره مرسله ولم يجري بشانها اي تحريات. هنا في الحاله دي يعتبر الاذن باطل زي ما احنا قلنا بكده، لابد ان يسبق الاذن اجراء تحريات وتكون التحريات جديه وفيها دلائل كافيه على توافر او وقوع الجريمه من متهم بعينه يعني. تمام؟ وهنتكلم بقى عن وجوب صدور الامر من القاضي الجزئي الى النيابه العامه وعدم جواز ندب مامور الضبط مباشره. زي ما احنا قلنا ان رجال الضبط يعني مش من حقهم ان هم يراقبوا المكالمات التليفونيه، لان طبعا ده اجراء من اجراءات التحقيق وما هوش من اجراء الاستدلالات اللي هي خاصه بمامور الضبط القضائي. وفي الحاله ديت لابد من صدور اذن من القاضي الجزئي وبناء على طلب من النيابه العامه. يعني لابد ان النيابه العامه تتقدم بطلب الى القاضي الجزئي للحصول على اذن بالمراقبه وتسجيل المحادثات الهاتفيه، ويقصد بها المحادثات الهاتفيه للهاتف الارضي، تليفون الارض يعني. تمام؟ كان طبعا كان بنص عليه طبعا وما كانش طبعا يجب ندب مامور الضبط القضائي يعني على اساس نص الماده 200 اجراءات جنائيه. وهنتكلم بقى عن الاختصاص المكاني والولائي باصدار الامر. لابد ان يكون القاضي الجزء دوت مختص مكانه عشان يصدر الامر، ولو ما كانش مختص مكاني فالاذن يعتبر باطل اللي هو الاذن الصادر بالتسجيل طبعا لانه صدر من غير مختص. تمام؟ ولابد برضه يتوفر الاختصاص الولائي، ما ينفعش طبعا يبقى رئيس محكمه ابتدائيه زي ما حصل قبل كده ومحكمه النقض كانت نقضت الحكم او الامر الصادر من مستشار كان رئيس محكمه ان هو مش مختص اصلا باصدار الامر، لان طبعا هنا هو مختص برضه باداره شؤون المحكمه الابتدائيه اداريا فقط لغير، ومش من حقه ان هو يصدر الاذن بتسجيل المحادثات الهاتفيه. مده الامر بقى هنتكلم عنها برضه. المشرع المصري نص على مده معينه طبعا ما تزيدش عن 30 يوم، ويجوز القاضي الجزء طبعا ان هو يجدد الامر ده لمده او مده اخرى مماثله، وزي ما احنا شايفين كده ان النص طبعا ما اداش نهايه للاجراء، اصبح هنا الحد مطلق او النص مطلق ممكن يجدد لمده مماثله.
والنيابه العامه طبعا هي طبعا السلطه المختصه باتخاذ الاجراء، وما حددش حد اقصى هنا لمده الامر بالمراقبه، وكان يجب ان هو يحدد الامر هنا يعني او نهايه الاجراء يحدده مثلا لمده مثلا مماثله مده واحده زي ما نص في القانون 145/2018 مثلا لمده 30 يوم او لمره واحده هنا يبقى في نهايه الاجراء. تمام. وسيد الدكتور كان بيرى ان المراقبه الطويله دي بتتنافى مع احترام الحريه الشخصيه وحق الدستور طبعا، وبتنال من قرونه البراءه. وفي الحاله دي كانوا بيعتبروا ان طول المده ده اداه لاجراء التحريات، كان وسيله المفروض ان هو يعتبر وسيله من وسائل الاثبات في الدعوه، ولكن ده طبعا كان النص منتقد زي ما احنا قلنا على اساس هنا بيعتبر يعني النص ملوش نهايه للاجراء، وبناء عليه هنا يعتبر محل انتقاد شديد على اساس ان لابد يبقى في نهايه للاجراء زي ما احنا شفنا في نصوص القانون التشريعات الخاصه زي ما احنا قلنا في القانون 175/2018 اللي كانت حددت نهايه للاجراء، وكان حددت مدته لمده شهر ولا يجوز تجديده الا لمره واحده. تمام. وهنتكلم برضو عن تسبيب الامر، لابد ان المشرع برضو كان نص برضو ان الامر القاضي الجزء لابد ان هو يصدر بمسبب، وما كانش برضو يتطلب شكل معين لتسبيب اجراءات التحكيم ذات نفسها، وكان بيلزم في الامر في الحاله دي طبعا هو الصادر من النيابه العامه اللي هو بيكلف احد مامور الضبط القضائي بتنفيذ الامر اللي هو الصادر من القاضي الجزئي ومراقبه المحادثات السلكيه واللاسلكيه. طبعا ده كان بالنسبه للهاتف الارضي زي ما احنا قلنا. والاذن بقى باجراء التسجيل لابد اذا كان بقى في حاله خاصه بقى صدر من مجلس القضاء الاعلى مثلا في دعوه كانت تقوم فيها قاضي مثلا، كان لابد طبعا ان هو يكون الامر مسبب في الحاله ديت، ما كانش يشترط حتى ان هو يكون الامر مسبب على اساس ان هو طبعا صفه القاضي بتتوفر للمتهم وقت صدور الاذن. وكانت بتسري في حق القاضي قواعد اللي هي الخاصه بقانون السلطه القضائيه، لابد ان هو يتقدم النائب العام بطلب الى مجلس القضاء في الحاله دي، وبيصدر الاذن بناء على الطلب من النائب العام وفقا للماده 96 من قانون السلطه القضائيه. وان القانون ذات نفسه ما كانش بيتطلب في الطلب المقدم من النائب العام ان يكون مسبب حتى يعني. تمام. على اساس ان ده طلب النائب العام وصدور الاذن طبعا ذات نفسه بيكون في مساس بالقاضي ذات نفسه. تمام. هنتكلم بقى عن وضع الهاتف تحت المراقبة بناء على شكوى من المجني عليه في بعض جرائم الإزعاج. تمام. زي ما احنا عارفين ان نص المادة 95 مقرر الإجراءات كان بينص على ان رئيس المحكمة الابتدائية في حالة قيام برضه دليل قوية على احدى الجرائم اللي نص عليها في الماده 166 و306 مقرر، وكانت المواد دي كانت خاصه بجريمه تسبب عمدا في ازعاج الغير باستعمال اجهزه المواصلات التليفونيه. والماده 308 مقرر كانت بتتكلم عن جريمه السب والقصف، السب والقصف عن طريق التليفون طبعا. كان يشترط ان المجني عليه هنا انه يتقدم بشكوى الى مدير عام هيئه التليفونات طبعا، وكان لابد ان مدير عام هيئه التليفونات ان هو يكتب تقرير ويرفع التقرير للنيابه العامه وبناء عليه يصدر الاذن بالمراقبه. ولكن هنا المشرع المصري كان ترك الامر هنا للتقدير لرئيس المحكمه على اساس توافر دلائل قويه على وقوع جريمه زي ما احنا شفنا اللي هي جريمه مثلا اللي هي التسبب عمدا في ازعاج الغير او جريمه السب والقصف عن طريق التليفون يعني. تمام. والمشرع المصري هنا كان لابد من توافر تحريات مباحث اللي بتدل على دلائل قويه على وقوع تلك الجرائم يعني اللي هي جريمه التسبب عمدا في ازعاج الغير او جريمه السب والقصف. وكان المشرع يعني اوجب ان يصدر الاذن من قاضي بدرجه رئيس محكمه على الاقل يعني. تمام. طبعا وفقا للاختصاص المكاني زي ما احنا شفنا والاختصاص الولائي. وزي ما احنا شفنا طبعا في بعض الحالات ان كان بيتم توزيع الاختصاص وفقا للجمعيه العموميه للمحكمه، وبناء عليه هنا رئيس المحكمه الابتدائيه طبعا المنتدب كان في بعض الحالات ملوش برضه ولايه اصدار الامر طبعا، وكان في الحاله ديت رئيس المحكمه هنا في حاله مثلا قيام مانع
لأحد القضاة، كان بيجوز له إن هو يندب رئيس المحكمة الابتدائية كقاضي بدرجة رئيس المحكمة لإصدار الأمر في الحالة دي، كان وفقا لنص المادة 61 فقرة 2 من قانون السلطة القضائية اللي كانت بتجيز لرئيس المحكمة إن هو يندب أحد قضاتها في حالة غياب أو وجود مانع لدى القاضي يعني. وهنتكلم بقى عن جواز أن يقوم المجني عليه بتسجيل محادثات الافتراضية. زي ما احنا قلنا المادة 95 مقرر كانت أعطت لرئيس المحكمة الابتدائية طبعا إذا كان في دلائل قوية على اتهام معين بارتكاب بعض الجرائم زي ما احنا قلنا جريمة التسبب عمدا في إزعاج الغير أو السب والقصف وفق نص المادة 308 مقرر من قانون العقوبات، كان في الحالة ديت كان بيجوز له إن هو يأمر بوضع الهاتف تحت المراقبة. يعني كان أثار تساؤل عن المقصود بالهاتف، هل هو هاتف المتهم أم هاتف المجني عليه؟ والتساؤل اللي أثار بقى في الحالة ديت على أساس إن المجني عليه بيقوم بتسجيل برضه يعني بين المحادثات برضه السب والقذف على التليفون بتاعه طبعا، وإن محكمة الناظر كانت فسرت الاستعانة بارتكابها بجهاز تليفون معين ان المقصود بهاتف بان المقصود به هاتف وهاتف المتهم وليس المجني عليه. وكانت العله بقى ان الاجراءات دي نص عليها القانون كانت اعطت ضمانات لحمايه الحريات الخاصه والاحاديث الشخصيه للمتهم ذات نفسه على اساس ان الاجراءات دي ما بتسريش على تسجيل السب والقصف من تليفون المجني عليه طبعا لانها بتكون بارادته، ولابد من الحصول على اذن من رئيس المحكمه الابتدائيه بتسجيلها زي ما احنا قلنا. وفي الحاله ديت ان المحكمه كانت اسست حكمه النقض طبعا اسست الحكم بتاعها على اساس انه لا جناح على المجني عليه اذا وضع خط التليفون الخاص جهاز تسجيل لضبط الفاظ السباب الموجهه اليها توصلا للتعرف على شخص من اعتدى على توجيه الفاظ السباب والقصف بينا عن طريق الهاتف، وكان الحكم بقى مطعون فيه انتهى الى بطلان الدليل المستمد من الشريط المسجل لمعرفه المجني عليها يعني من جهاز التليفون الخاص بها، فانه يكون اخطا في تطبيق القانون يعني على اساس في الحاله دي ان هو جاز يعني ان هو يتم التسجيل المحادثه من خلال هاتف المجني عليها. وفي الحاله دي ان حكم محكمه النقض هنا كان اجاز ان المجني عليها تقوم بتسجيل المحادثه في حاله وجود سب وقصف عن طريق الهاتف وفق نص الماده 308 مقرر من قانون العقوبات المصري. وهنتكلم بقى عن مدى اتساع بقى النصوص التقليديه اللي هي في قانون الاجراءات الجنائيه للاذن المراقبه والتسجيل من خلال الهاتف المحمول. زي ما احنا شفنا ان سلطه التحقيق اللي هي خاصه بالاذن بالمراقبه وتسجيل المحادثات كانت اللي كانت بتجرى في اماكن خاصه طبعا كانت بتتسع للمراقبه والتسجيل الاحاديث من خلال الهاتف المحمول على اساس برضه توافر بعض الشروط اللي كان بيتطلبها المشرع، ولكن ان في راي استاذنا الدكتور طبعا ان المشرع المصري وضع النصوص ديت ما كانش يعني اثناء وضع النص في قانون الجرائم الجنائيه ما كانش يتصور ان التنصت والمراقبه هتتم من خلال الهاتف المحمول لان ما كانش في ايامها هاتف محمول ولا في اجهزه رقميه. تمام؟ المشرع هنا كان بيفترض ان المحادثات بتتم باستخدام الهاتف العادي طبعا تمام؟ وفي مكان محدد طبعا، ولكن برضو زي ما احنا شفنا بعد التطور التقني وزي ما احنا شفنا اللي كانت أمادة جهات الضبط طبعا بوسائل التنصت واصبح الهاتف المحمول وسيله للتنصت والمراقبه، كان استاذ الدكتور كان بيرى ان الاذن باستخدام الهاتف المحمول كاداه للتنصت على الاحاديث الشخصيه اللي بتدار في مثلا في المنزل كان يعتبر وسيله للتجسس زي ما احنا شفنا طبعا على اساس ان هو الانسان او الشخص يعني بيلتقي ببعض الاشخاص او بعض الاقارب مثلا وكان بيتم المراقبه من خلال الهاتف المحمول لاشخاص غير موضوعين تحت المراقبه اصلا يعني، وده بيوسع من نطاق الاجراء نفسه. تمام؟ وطبعا زي ما احنا عارفين من الاصول المقرره في القانون الاجراءات طبعا الاجراء الماس بالحريه هنا بيعتبر يعني محظور لابد من صدور اذن من القضاء في الحاله دي. وزي ما احنا شفنا ان النصوص العامه اللي كانت بيتم من خلالها انتهاء الخصوصيه وده كان بينال من اسرار الشخص، وزي ما احنا شفنا ان حرمه الحياه الخاصه وده حق دستوري طبعا بيتسم ب
في المساس بحرمة الحياة الخاصة بالفرد نفسه، وده كان ما يبررش طبعا لسلطات الضبط والتحقيق اختراق خصوصية الفرد زي ما احنا قلنا، وإنه ما كانش يجوز لتعقب الجرائم. يعني في هنا يعني مصالح متعارضة بين مصلحة حق الدولة في العقاب وحق الإنسان في الحرية الشخصية، كان لابد يبقى في تناسب بين الإجراء مع المصلحة اللي احنا قلنا عليها. ما كانش ينفع نضحي بالمصلحة الشخصية للإنسان زي ما احنا قلنا، وشفنا في بعض الدساتير والقانون المقارنة زي القانون الألماني مثلا اللي كان لابد يبقى في تناسب بين الإجراء المتخذ وبين الجريمة اللي كانت محل تحقيق في النيابة العامة، تمام؟ وكان لابد ان المشرع ذات نفسه يوضع ضابط على اساس يعني برضو بعض القيود على منح الاذن بالمراقبه. تمام. وزي ما احنا شفنا كده ان سلطات التحقيق في القانون المصري والنيابة العامة كان لابد من كفالة حرمة للحياة الخاصة، ولابد من يعني ان احنا نوضع قيد على الوصول الى الحياة الخاصة باستخدام وسائل مشروعة زي ما احنا قلنا. فكان برضو بعض النيابات بتستخدم برضو وسائل غير مشروعة زي في الاستجواب زي ما احنا قلنا كعقاقير والحقيقة وجهاز كشف الكذب، طبعا زي ما احنا قلنا دي وسائل غير مشروعة طبعا. وزي ما احنا شفنا برضو ان الاذن اللي بيصدر بالتفتيش طبعا بيبقى غير محدد المدة، ده طبعا بيكون باطل على اساس برضو ان الوصول للحقيقة ما كانش يجوز ان يبقى في انتهاك لحرمة الحياة الخاصة للإنسان. وفي تقدير استاذنا الدكتور اشرف توفيق شمس الدين كان بيرى ان النصوص الاجرائيه اللي اجازها المشرع المصري كان لابد من سلطات الضبط والتحقيق الاذن بتسجيل الاحاديث الشخصيه طبعا اللي ما كانش تتسع للتنصت و يعني تسجيل المحادثات من خلال الهاتف المحمول. وبالنسبه للتصوير بقى والمراقبه الالكترونيه زي ما احنا قلنا كان في عندنا قاعده اصوليه كانت بتنص على ان المسؤول بالحريه الشخصيه يجب ان يكون استنادا للنصوص صريحه وواضحه، على اساس ان سلطات الضبط والتحقيق بتلجا لاصدار اوامر بالتصوير والتسجيل البصري وده بيكون دون سند. المشرع المصري في قانون الجرائم الجنائيه ما اجازش لسلطات التحقيق الا حق المراقبه وتسجيل المحادثات اللي كان بيخول لها حق مراقبه الاشخاص باستخدام اجهزه المراقبه البصريه او التسجيل على اساس ان المشرع ما خولش السلطات حق القيام بالمساس بحرمه الحياه الخاصه باستخدام وسائل المراقبه الالكترونيه الحديثه زي ما احنا شفنا زي اجهزه التتبع والتقاط الاشارات وغيرها اللي كانت موجوده مثلا في القانون الالماني. وان الفقه المصري برضه كان بيرى عدم جواز قيام سلطات التحقيق باجراء المراقبه والتسجيل. وكان الفقه بيأسس المراقبة للأحاديث لاستثناء من الأصل العام اللي كان لابد من احترام حق الشخص في حياته الخاصة والاستثناء لو خاص عليه طبعا، ولا يجوز قياس مثلا التصوير خفية على تسجيل المحادثات اللي هي المحادثات بتتم عن طريق التليفون اللي هي بتصدر بناء على طلب من النيابة العامة للإذن من قاضي جزئي، وان التصوير طبعا بيتم دون سند من القانون طبعا هنا بيصبح الدليل غير معول عليه والدليل باطل. وزي ما احنا شفنا ان خطه المشرع المصري كانت بتخالف معظم التشريعات المقارنه زي القانون الالماني والقانون الفرنسي اللي كانت بتستخدم وسائل الوسائل الالكترونيه طبعا في المراقبه والتسجيل. وهنتكلم بقى عن المراقبه الالكترونيه في التشريعات الخاصه. زي ما احنا شفنا ان المشرع المصري كان اصدر لنا قانون مكافحه الارهاب 94 لسنه 2015 وكان اشار للمراقبه وتسجيل المحادثات والرسائل. وطبعا كان صدر القانون زي ما احنا قلنا 175 لسنه 2018 وكان بيساوي بين الدليل الالكتروني والدليل التقليدي من حيث القوه في الاثبات، ودي كانت اشكاليه خاصه طبعا بقانون 175 لسنه 2018 اللي كان بيساوي بين الدليل التقليدي اللي هو الدليل العادي والدليل الالكتروني في الاثبات الجنائي. وهنشوف برضو القرار الوزاري 1980 لسنه 2018 اللي وضع ملصق الكتروني على المركبات خاصه بقانون المرور. وهنشوف بقى المراقبه والتسجيل والتصوير في الاماكن الخاصه او عبر شبكات الاتصال او المواقع الالكترونيه في جرائم الارهاب.
زي ما احنا عارفين النص المادة 46 من قانون مكافحة الإرهاب ده كان بينص على إن للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، طبعا يقصد بها هنا قاضي التحقيق مثلا، حسب الأحوال في جريمة إرهابية أن تأمر بأمر مسبب، لابد أن يكون أمر مسبب هنا، لمدة لا تزيد على 30 يوم بمراقبة وتسجيل المحادثات والرسائل التي تترد على وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة، وتسجيل وتصوير ما يجري في الأماكن الخاصة أو عبر شبكات الاتصال أو المعلومات أو المواقع الإلكترونية وما يدور فيها، وضبط المكاتبات والرسائل العادية أو الإلكترونية والمطبوعات والقروض والبرقيات بجميع أنواعها. زي ما احنا شفنا هنا ان بيجوز برضه تجديد الامر المشار اليه في المده ولمدد او لمدد اخرى مماثله، وكان هنا النص بيتسع ليشمل مراقبه البريد الالكتروني ومراقبه الدخول المواقع المختلفه في شبكه الانترنت والاطلاع على ما يقوم الشخص بتدوينه على شبكات التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك والتويتر، وكان بيتم المراقبه وتسجيل الاحاديث المتبادله من خلال برامج الاتصال الصوتي والمرئي، يعني بيسجل بالصوت والصوره، وكان بيتم الاطلاع على الملفات المرسله او المستقبل طبعا في شبكه الانترنت الشبكه العنكبوتيه، وكانت المراقبه بيتم باستخدام تسجيل الكاميرات على اساس برضو الكاميرات اللي موجوده في الطرق والمحلات والاماكن العامه زي ما احنا قلنا في المطارات ومحطات السد الحديد والمواني والمحلات وغيرها. وهنتكلم بقى عن تقدير خطه الشارع المصري، وزي ما احنا قلنا ان الخطه محل نظر لسببين اساسيين او ثلاث اسباب زي ما احنا قلنا، من حيث النص على اطلاق مده تمديد الاذن للمراقبه، والنص كان بيتسع للمراقبه في المساكن بصوت الصوره، وجواز التنصب والمراقبه من خلال اختراق الاجهزه الرقميه. وبرضه من حيث تحديد السلطه متخذ الامر، وطبعا ان الشارع المصري ما كانش بيتطلب صله معينه بين المتهم والجريمه زي اللي هي القوانين المقارنه زي ما احنا شفنا في القانون الالماني. هنتكلم بقى من حيث النص على اطلاق مده تمديد الاذن بالمراقبه، طبعا كان النص دوت طبعا محل انتقاد على اساس ان هو ما حددش حد اقصى لمده الامر بالمراقبه، على اساس ان هو كان بيوجب الامر برضه لمده لا تزيد على 30 يوم، والنص ده كان بيجيز مده لمده او مده مماثله دون حد اقصى، وده كان بيعتبر اعتداء على الحريه الشخصيه، وده حق دستوري طبعا وبينال من قانون البراءه اللي كان طول الفترة دي بيعتبر أداة لإجراء التحريات، وما كانش يعتبر وسيلة من وسائل لإثبات الدعوة الجنائية، وزي ما احنا شفنا إن إجراءات المراقبة اللي كانت بتشمل التسجيل والتصوير بالصوت والصورة واعتراض المحادثات والرسائل الإلكترونية ده كان بينطوي على يعني تدخل في المسائل الشخصية وأدق تفاصيل الإنسان وحياته الخاصة، وده في الحالة دي كان بيعتبر يجب ان هي تقدم لجنة التحقيق طبعا والقضاء بالصورة، على اساس طبعا ان الحالة دي ان الدليل كان باطل. وفي الحالة دي كان النص هنا بيتسع للمراقبة في المساكن بصوت الصورة، طبعا زي ما احنا شفنا ان هو لابد ان يصدر الاذن بالتسجيل وتصوير ما يجري في الاماكن الخاصة او عبر شبكات الاتصال والمعلومات الانترنت اللي هي الشبكة العنكبوتية. وكان في تقدير الاستاذ الدكتور اشرف توفيق شمس الدين كان بيرى ان لابد ان الشارع ينص على افراد المساكن يعني بخيوط اجرائيه، وان لابد ان هو تجري المراقبه والتسجيل في الاماكن الخاصه، ده كان معناه بيمثل الدائره الضيقه اللي بتتدخل في صمام الحياه الخاصه وحياه الفرد الخاصه زي القانون الالماني، وده كان راي الاستاذ الدكتور اللي كان بيرى عدم المساس بحرمة الحياة الخاصة. ونتكلم بقى عن جواز التنصت المراقبة من خلال اختراق الأجهزة الرقمية. زي ما احنا شفنا ان نص المادة 46 من قانون مكافحة جرائم الإرهاب دوت كان بيجيز المراقبة والتسجيل والتصوير من خلال شبكات الاتصال، وكان بيسمح باختراق الأجهزة الرقمية وفتحها والتنصت والمراقبة من خلالها. ده طبعا ده كان بيسمح بالمراقبه والتنصت والتصوير لكل ما يدور من خلال الشبكات، وده كان بيجيز اختراق الهاتف المحمول طبعا زي اجهزه الكمبيوتر اللوحي وكاميرات وغيرها طبعا، وبيجيز التنصت والمراقبه على اساس كل ما يدور في محيط الجهاز الهاتف المحمول وبدون علم صاحبه طبعا، وده كان حتى لو التليفون المحمول مغلق. وزي ما احنا شفنا ان التقنيات الحديثه كانت بتسمح باختراق الاجهزه الرقميه ولو حتى لو كانت مغلقه.
وده كان راي منتقد من استاذنا الدكتور اشرف توفيق شمس الدين على اساس انه بينام من خصوصيه الشخص، وكان في الحاله ديت ان المرء لم يعد له حق في حياته الخاصه، وكان بيجوز اختراقها والوقوف على ادق تفاصيلها. وكان في راي استاذنا الدكتور ان ده بينال من حرمه الحياه الخاصه والحق في حرمه المسكن والحق في حرمه الحريه الشخصيه، ولابد وكان يجب على المشرع ان هو كان ينص على مجموعه من الضمانات لابد من توفرها لتحقيق التوازن بين سلطه الدوله في العقاب الجاني والحريه الشخصيه للشخص. وهنتكلم بقى من حيث بقى تحديده للامر للسلطه المتخذه الامر نفسه. زي ما احنا شفنا ان نص الماده 46 من قانون مكافحه الارهاب كانت بتجيز للنيابه العامه او جهه التحقيق زي ما احنا قلنا، سواء كانت بقى يعني قاضي التحقيق او النيابه العامه، ده كان النص ده محل نظر وكان متخذ دور سهام نقد على اساس انه لم يحدد درجه متخذ الامر ذات نفسه اذا صدر من النيابه العامه. طبعا ده كان على خلاف قانون الاجراءات الجنائيه اللي كانت جعلت سلطه اصدار الامر بدون اللجوء الى قاضي. طبعا ده كان بيخالف التشريعات المقارنه اللي احنا اتكلمنا عنها. وزي ما احنا قلنا معظم التشريعات كانت بتلزم اصدار الامر من محكمه زي ما احنا قلنا من قاضي يعني متخصص طبعا، وده كان على خلاف خطه المشرع المصري. تمام؟ على اساس برضو ان المشرع المصري كان جعل سلطه النيابه العامه او جهات التحقيق هنا تفسير عباره جهات التحقيق ما لابد انها تشمل محكمه الموضوع على اساس ان المحكمه هي طبعا الاصيله في اتخاذ الاجراءات الجنائيه، وكان بيجب على المشرع ان هو ينص على اختصاص المحكمه باتخاذ تلك الاجراءات. ولكن بقى جهات التحقيق اللي احنا اتكلمنا عنها سواء كانت النيابه العامه او قاضي التحقيق كان لابد ان المشرع يقوم بتحديد المشارك من النيابه العامه في التحقيق البدائي زي ندب قاضي للتحقيق او تصدي محكمه الجنازه نفسها لوقعه جنائيه معينه، زي ما هو معلوم في فكره التصدي من محكمه الجنايه. وهنتكلم بقى عن الشارع لم يتطلب صله معينه بين المتهم والجريمه. زي ما احنا شفنا نص الماده 46 من قانون مكافحه الجرائم كان يعني ما كانش في نص او ضابط معين يعني يبين على اساس صله بين الاجراء المطلوب الامر به زي ما احنا قلنا اللي هو المراقبه والتنصت مثلا، وبين المتهم او شخص معين نسب اليه الاتهام اللي هو الشخص محل الاتهام يعني، وما تطلبش طبعا وجود دلائل او قرائن قويه زي ما حصل قبل كده مثلا في التحفظ مثلا على اموال المتهم، كان بيشترط مثلا لابد من توافر دلائل قويه مثلا او قرائن كافيه، وما نصش على قيام السبب ذات نفسه برضه. ده برضه السلام عليكم دكتور محمود، حضرتك سامعني؟ وكنا بنتكلم بقى على ان الشارع لما تطلب صله بين صله معينه بين المتهم ذات نفسه والجريمه. تمام؟ بالظبط كده. وقلنا ان في القانون المقارنه كانت بتتطلب لابد من وجود طبعا صله بين الاجراء المتخذ طبعا وبين الجريمه محل التحقيق طبعا. وزي ما احنا شفنا طبعا ان المشرع في القانون المصري في الماده 46 ما وضعش ضابط لاتخاذ الاجراء على اساس وجود صله بين الاجراء وبين المتهم ذات نفسه محل التحقيق. تمام؟ وطبعا زي ما احنا قلنا ان الاجراء ده كان بينال من حق الانسان في الحياه الخاصه، وكان لابد من النص على ضابط على وجود الصله بين المتهم وبين الجريمه ذات نفسها. ده طبعا كان يعني من الناحيه القانونيه كان بيدل على بطلان الاجراء ذات نفسه. تمام؟ ولكن هنا المشرع المصري ما نصش على يعني كاثر او نتيجه لعدم وجود صله بين المتهم وبين الجريمه. نتكلم بقى عن المراقبه في قانون الاجراءات في قانون جرائم تقنيه المعلومات اللي هو قانون 175 لسنه 2018. وزي ما احنا عارفين ان كان نصوص القانون ذات نفسها
تنص على جمع الدليل الالكتروني، وكانت تساوي بين الدليل العادي والدليل الالكتروني في الاثبات. ودي كانت اشكاليه خاصه بالقانون 175 لسنه 2018، لانها ساوت بين الدليل العادي اللي هو الدليل التقليدي يعني والدليل الالكتروني في الاثبات الجنائي. وزي ما احنا عارفين ان خطه المشرع المصري كانت محل انتقاد طبعا، وهنشوف بقى على اساس السلطه المختصه باصدار الاوامر المتعلقه بجمع الدليل الالكتروني خلال مرحله التحقيق الابتدائي، وهنشوف ماهيه الاوامر اللي اجاز المشرع اتخاذها لجمع الدليل الالكتروني ومده سلام الامر وتقدير خطه الشارع على اساس برضه بيبقى في ازدواجيه في القواعد اللي بيتم على اساسها اتخاذ الاجراء، وهنشوف برضه الانتقاد اللي وجه للنص ذات نفسه. تمام؟ هنتكلم عن السلطه المختصه باصدار الامر المتعلق بجمع الدليل الالكتروني خلال مرحله جمع التحقيق الابتدائي في القانون 175 سنه 2018، كان نص في الماده 6 اللي كانت نصت على حملت عنوان الاوامر القضائيه المؤقته. كانت نصت على ان لجهه التحقيق المختصه بحسب الاحوال، زي ما احنا قلنا لجهه التحقيق المختصه هنا بيقصد بها النيابه العامه او قضاء التحقيق، ان تصدر امرا مسببا لمامور الضبط القضائي المختصين لمده لا تزيد عن على 30 يوم قابله للتجديد لمره واحده. وحسن الفعل المشرع لما حدد المده ب 30 يوم وخلاها مد المده ديت لمره واحده. متى كان لذلك فائده في ظهور الحقيقه على ارتكاب جريمه معينه معاقب عليها بمقتضى احكام هذا القانون بواحد او اكثر مما يلي؟ يبقى لابد ان تكون الجريمه خاصه بالقانون 175 لسنه 2018. ولكن بقى زي ما احنا شايفين طبعا النص ده طبعا كان جاء في الاوامر المؤقته. كان المشرع هنا ما خرجش عن القواعد العامه في قانون الاجراءات الجنائيه على اساس ان هو حدد ان السلطه هنا سلطه التحقيق المختصه بحسب الاحوال زي ما احنا قلنا، وده بيعني ان السلطه المختصه هي القاضي الجزئي بناء على طلب النيابه العامه في الجرائم العاديه. لكن النص برضه هنا كان بيتصف بالغموض زي ما احنا قلنا طبعا، لانه كان بيحتمل تاويله على اساس ان السلطه اللي بتقوم بالتحقيق طبعا في الحاله ديت او ماهيه سلطه التحقيق المختصه، وعلى اساس ان احنا لو اخذنا بظاهر النص في الحاله دي بتسري في التحقيق الابتدائي ان السلطه هي القاضي الجزئي، وطبعا كان بيستثنى في بعض الحالات اللي بتختص فيها النيابه طبعا اللي كانت بتختص فيها النيابه بسلطه قاضي التحقيق على اساس ان زي ما احنا قلنا برضه بعض الجرائم الخاصه بجرائم الارهاب. وشفنا نص الماده 46 من قانون مكافحه جرائم الارهاب، تمام، اللي كانت اعطت النيابه العامه سلطات قاضي التحقيق. تمام؟ وكان بقى في الحاله ديت اللي كان بيتولى فيها قاضي التحقيق بقى التحقيق كان ان هو كان بيجب ان هو يصدر الامر لمده 30 يوم، وان المشرع المصري كان حدد سلطه النيابه العامه اللي بتصدر الامر مباشره على اساس مخول لها سلطات التحقيق في الحاله دي ان هي كانت بتصدر الامر من النيابه العامه. وزي ما احنا شفنا ان الخطه دي كانت بتخالف النص عليه في قانون الاجراءات الجنائيه. هنتكلم بقى عن ماهيه الاوامر اللي اجازها الشارع على اتخاذها يعني لجمع الدليل الالكتروني. زي ما احنا شفنا في نص الماده 6 اللي كانت بتنص على الاوامر المؤقته طبعا كانت بتعالج جرائم تقنيه المعلومات، وكانت بتتضمن نصوص اجرائيه كانت بتنص على بيان تفصيلي بالادله الرقميه ووسائل التحفظ على الادله الجرائم الالكترونيه وضماناتها وحجيتها في الاثبات والسلطه المختصه. ولكن بقى ان المشرع المصري هنا كان اقتصر على مجموعه من الاوامر الوقتيه اللي كان تتخذ اثناء بقى اجراء التحقيق وفقا للقواعد العامه، زي ما احنا قلنا الاوامر الوقتيه هي الضبط او سحب او جمع او التحفظ على البيانات والمعلومات او انظمه المعلومات وتتبعها في اي مكان او نظام او برنامج او دعامه الكترونيه او حاسب تكون موجوده فيه، وبيتم تسليم ادلتها الرقميه للجهه مصدره الامر على الا يؤثر ذلك على استمراريه النظم وتقديم الخدمه ان كان لها مقابل. وبرده البحث والتنقيب والدخول والنفاذ الى برامج الحاسب وقواعد البيانات وغيرها من الاجهزه والنظم المعلوماتيه تحقيقا لغرض البنك. وبرده ان تامر بقى مقدم الخدمه بتسليم ما لديه من بيانات او معلومات تتعلق بنظام معلوماتي او جهاز تقني موجوده تحت سيطرته او مخزنه لديه، وكذا بيانات مستخدمي
خدمته وحركة الاتصالات التي تمت على ذلك النظام أو الجهاز التقني. وفي كل الأحوال يجب أن يكون أمر جهة التحقيق المختص طبعا مسبق. هنتكلم بقى عن مدة سريان الأوامر ذات نفسها. المشرح هنا كان نص في المادة 6 من القانون 175 لسنة 2018 على أن المدة اللي بيجوز فيها استخلال الأوامر المؤقتة هي 30 يوم زي ما احنا قلنا قابلة للتجديد لمرة واحدة، تمام؟ ده بخلاف أوامر التفتيش واعتراض المراسلات والمراقبة اللي كانت بتاخد القواعد العامة في قانون الإجراءات الجنائية اللي كان بتصدر لمرة لمدة 30 يوم قابلة للتجديد لمدة مماثلة زي ما احنا قلنا دون حد أقصى. وأستاذ الدكتور كان بيرى أن لابد أن المشرع يعيد النظر في تنظيم وجمع الدليل الرقمي على اساس طبعا ان هو يحدد حدود زمنيه للاوامر زي ما احنا قلنا اللي بتتنمى من خصوصيه رقميه، على اساس ان لابد من وضع ضمانات يجب توفرها على اساس ان هي مد الامر لمده او مده مماثله طبعا لابد ان هو يقدر بزياده المده ذات نفسها. وهنتكلم بقى عن تقدير خطه المشرع المصري. استاذ الدكتور اشرف طفيل شمس الدين كان بيرى ان خطه المشرع في قانون مكافحه جرائم تقنيه المعلومات اللي هو 175 لسنه 2018 هي خطه محل النظر طبعا ووجهت اليها سهام النقد على اساس ازدواج القواعد اللي نص عليها الشارع في شان الدليل الالكتروني، والازدواج من حيث مده اصدار الامر، والازدواج من حيث بقى قصر تطبيق قواعد الدليل الرقمي على الجرائم الوارده في قانون مكافحه تقنيه المعلومات. وهنتكلم على اساس العموميه والاتساع في صياغه النص وافتقاره الى الضوابط. وذات نفس النص كان بيجيز اختراق الاجهزه الرقميه والتنصت على ما يجري في محيطها. ومراقبه اماكن تواجد الشخص من خلال ما يحمله من اجهزه رقميه. هنتكلم اولا عن ازدواج القواعد اللي نص عليها المشرع في شان الدليل الالكتروني. زي ما احنا قلنا ان الشارع المصري كان يعني حدد لنا ازدواج في القواعد على اساس يعني من ناحيتين. الناحيه الاولى كان مده اصدار الامر ذات نفسها، والناحيه الثانيه كان قصر تطبيق قواعد الدليل الرقمي على الجرائم الوارده في قانون مكافحه تقنيه المعلومات فقط. هنتكلم بقى عن الازدواج من حيث مده اصدار الامر ذات نفسه. ان خطه المشرع المصري على اساس القواعد اللي بتطبق في المراقبه الالكترونيه في على اساس الاوامر المؤقته اللي هو نص عليها في الماده 6 طبعا كانت بتغير خطه قانون الاجراءات الجنائيه، تمام؟ على عكس قانون مكافحه جرائم تقنيه المعلومات على اساس ان المشرع كان اطلق بقى مده الامر بالمراقبه في قانون الاجراءات الجنائيه زي ما احنا قلنا بدون تحديد حد اقصى، قالت تتجدد ل 30 يوم قابله للتجديد لمده او مده اخرى مماثله، ما وضعش مثلا نهايه للاجراء ذات نفسه. ولكن بقى بنص الماده 6 كان من قانون مكافحه تقنيه المعلومات كان نص على ان الامر هنا ما يزيدش على 30 يوم قابله للتجديد لمره واحده. وحسنا فعل المشرع المصري حين حدد المده ب 30 يوم وتجديدها او مد التجديد لمره واحده. وكان بيترتب على خطوه الشارع برضه التناقض في التطبيق طبعا على اساس من الامر الصادر بالتنصب او المراقبه في الحاله ديت كان هنطبق اللي هو النص الوارد في قانون الاجراءات الجنائيه ام النص الوارد في التشريعات الخاصه. ولكن بقى في الحاله ديت ما كانش هناك حد اقصى لتجديد الامر زي ما احنا شفنا الامر الصادر بضبط بيانات او تفتيش الهاتف الالي. زي ما احنا شفنا في الماده 6 من قانون مكافحه جرائم تقنيه المعلومات اللي هو قانون 175 لسنه 2018 اللي هي كانت تكون يعني واجبه التطبيق في الحاله ديت على اساس برضه في الحاله دي كان بيريد تجديد الامر يعني لمده واحده فقط. وحسنا فعل المشرع المصري بتحديد حد اقصى او نهايه للاجراء. وفي الحاله ديت كان التناقض هنا كان زي ما بيقول استاذ الدكتور اشرف طفيل شمس الدين كان بيستعص على التبرير لان المراقبه في الحاله دي كانت بتعتبر اشد جسامه واكثر خطوره من ضبط البيانات ذات نفسها. ولكن بقى المشرع اطلق مده الامر كان يعني يعتبر هنا اجراء بيفوق اللي هو الاجراءات اللي هي اشد اهميه او اشد اهميه بالمساس بالحقوق الشخصيه للصفه الانسانيه يعني زي الحق في حرمه الحياه الخاصه. هنتكلم بقى عن الازدواج من حيث قصر تطبيق قواعد الدليل الرقمي على الجرائم الوارده في قانون مكافحه تقنيه المعلومات.
والشارع المصري هنا كان كسر بقى تطبيق قواعد الخاصه بالالكتروني على الجرائم اللي هي موجوده في قانون مكافحه تقنيه المعلومات. زي ما هو قال ان مدلول الدليل هنا كان ما بيختلفش عن القانون، يعني على اساس ان الدليل الرقمي كان بيجوز قبوله في الجرائم العاديه. وكان هنا الشارع كان نص في الماده 5 و6 من قانون مكافحه تقنيه المعلومات واللائحه التنفيذيه للقانون 175/2018 في الماده 5 من اللائحه التنفيذيه على انه يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، يقصد هنا وزير الاتصالات، منح صفه الضبطيه القضائيه للعاملين بالجهاز اللي هو الجهاز الاتصالات نفسه هو الجهاز القومي لقوميه الاتصالات او غيرهم ممن تحددهم جهات الامن القومي بالنسبه للجرائم اللي تقع للمخالفه بالمخالفه لاحكام القانون 175/2018 وكانت متعلقه بوظائف. كان نص الماده 6 على ان الجهه المختصه لابد انها تصدر امرا مسببا لمامور الضبط القضائي المختصين لمده 30 يوم زي ما احنا قلنا وتمدد لمره واحده. على اساس اذا كان في فايده في ظهور الحقيقه على ارتكاب جرائم معاقب عليها بمقتضى احكام القانون 175 لسنه 2018. وزي ما احنا شفنا ان الماده 6 من اللائحه التنفيذيه للقانون 175 لسنه 2018 قصرت عمل الخبراء بجهاز تنظيم الاتصالات على اساس اللي بيتم تكليفهم المهام الفنيه والتقنيه على اساس الجرائم محل التحقيق او محل القانون. وان عمل الخبراء ما بيمتدش الى الدليل الرقمي اذا تعلق بجريمه اخرى طبعا على خلاف ما نص عليه قانون جرائم تقنيه المعلومات. وهنا كان خطه المشرع المصري محل نظر وبتنال من يعني فهم الشرع المصري ذات نفسه لطبيعه الدليل الالكتروني نفسه. على اساس ان مفهوم الدليل الالكتروني هنا يعني بيختلف عن الدليل التقليدي او الدليل العادي طبعا، وكان على اساس ان ده بيتم ك يعني له حجيه في الاثبات الجنائي. زي ما احنا قلنا الجرائم العاديه زي